وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. لقد جاء في حديثنا في الليلة الماضية أن الله سبحانه وتعالى فرض الصيام على هذه الأمة لأنه فرض عليها الجهاد في سبيل الله، وكلفة الجهاد باهظة في الأنفس وفي الأموال وفي غير ذلك من الأمور التي تتصل بحياة الإنسان. لهذا لا بد من إعداد هؤلاء الناس الذين اختارهم الله وانتجبهم من بين خلقه لحمل أمانة السماء والحفاظ على هذه الأمانة وتبليغها إلى الناس، إلى الناس كافة. لا بد لهم من إعداد يؤهلهم للقيام بهذه المهمة الصعبة، فهذه المهمة تحتاج إلى إيمان راسخ وإلى إرادة قوية، بحيث يستطيع هذا الإنسان أن يواجه كل الضغوط والتحديات التي تواجهها هذه الأمة، فلا يسقط أمام هذه التحديات، وهو في نفس الوقت يحارب كل عوامل الضعف في نفسه من أجل أن ينتقل من حالة الضعف إلى حالة القوة. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: المؤمن القوي خير من المؤمن الحافظون على الإنجازات التي تحققت، أما الضعفاء فسرعان ما ينهزمون وما ينكسرون، وبالتالي لا فائدة من هؤلاء. لا بد وأن تؤهل. وفي هذه الليلة لا بد لنا بحسب ما يتسع له الوقت أن نلقي ضوءا على من أبناء هذه الأمة، فضلا عن الآخرين من غير المسلمين، أيضا هم يقفون أمام هذه القضية وقفات يمكن أن نقول عنها فيها شيء من التردد، وتثار حول هذه القضية من قبل هؤلاء الإشكالات، وبالتالي يجب علينا أن نلقي الضوء على هذه المسألة الحساسة والمهمة. الله سبحانه وتعالى من جملة ما يتحدث به في القرآن الكريم يتحدث عن دوافع وأهداف الحرب، لذا يقول تعالى: إن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
وفي هذه الآية الحديث عن أهداف الحرب والقتال في كلا المعسكرين، معسكر الإيمان، معسكر التوحيد، ومعسكر الشرك والوثنية. أشار إلى أهداف هذا المعسكر من الحرب ولا أهداف ذاك المعسكر الآخر. وقد أجمل هذه الأهداف، أجملها بعبارة واحدة، لكن هذه العبارة تختزن معان كثيرة في داخلها، حينما يقول تعالى: إن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. ما هو سبيل الله؟ سبيل الله هو إعلاء كلمة الله في الأرض. سبيل الله هو تعبيد الخلق لخالقهم وتحريرهم من عبودية العبيد. وفي هذا تتحقق الحرية الحقيقية الكاملة لهذا الإنسان من خلال عبوديته لله سبحانه وتعالى، وتحرره من كل أشكال العبوديات التي تذل الناس، كالعبودية للرجال، والعبودية للمال، والعبودية للسلطان، وإلى كل هذه الاعتبارات التي يعيشها الناس في حياتهم من المادية والمعنوية. ولذلك القرآن الكريم يقول: وأن هذا طريقي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهنا المقصود بالسبيل هو دين الله ومنهجه للحياة، هذا هو سبيل الله. فالذين يقاتلون من أجل هذا الدين، من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض التي فيها، في هذه الكلمة، حرية الناس وسعادة الناس وكرامة الناس، سعادتهم في دنياهم وسعادتهم في أخراهم. في هذا السبيل يجد الإنسان إنسانيته، وحينما يتنكب هذا السبيل، يبتعد عن هذا السبيل، يبتعد عن إنسانيته. وهذا ما نشاهده اليوم في حياة الناس، كل الناس، هؤلاء الذين ابتعدوا عن الله وعن منهج الله، كيف أنهم يعيشون البهيمية في حياتهم، وكيف أنهم يعيشون التوحش والتنمر في حياتهم. وها نحن نراهم يفترس القوي منهم الضعيف. هذا هو شأن الناس، لأنهم تنكبوا الطريق، ولأنهم ابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى. والآية المباركة أيضا تجمل هدف الكافرين من القتال: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، في سبيل الطغيان، في سبيل قهر الناس وإذلالهم
واستعبادهم وتحويلهم إلى أدوات رخيصة بأيدي هؤلاء الجبابرة، هذا هو هدف الحرب. ولربما يخطر في بال البعض من الناس أنه لا المباركة بعيدة عن الحقيقة، فليرونا في التاريخ في الحاضر وفي الماضي أين هي الحرب التي خاضتها هذه القوى، القوى المشركة، القوى الكافرة في الماضي والحاضر، وهي مدفوعة بدوافع إنسانية. أين هي؟ فليقولوا لنا، فليدلونا في الحرب العالمية سهل، لا نروح بعيد، في الحرب العالمية الأولى أم هو في الحرب العالمية الثانية أم فيما هو قائم من نزاعات وصراعات وحروب هنا وهناك، هل فيها شيء من الإنسانية ومن الرحمة؟ وصدق الله العظيم حينما يقول والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، في سبيل الطغيان، في سبيل الاستبداد، هذا هو هدفهم من الحرب. فالإسلام حينما يدعو أتباعه إلى القتال لم يكن هدفه من القتال أولاً وبالذات، هذا أمر محال، وإنما الهدف والوسيلة الوحيدة الأولى التي يعتمدها الإسلام في تحقيق هذا الهدف الذي تحدثنا عنه، ألا وهو إعلاء كلمة الله في الأرض والدعوة إلى هذا الدين، الوسيلة الأولى التي يعتمدها المؤمنون في تحقيق هذا الهدف هي الدعوة إلى الله، هي بيان هذا الدين للآخرين الذين يجهلونه ولا يعرفون حقائقه. هذه الأمة مسؤولة ومكلفة من قبل الله سبحانه وتعالى أن تدخل الناس في دين الله من طريق الإقناع وعن طريق التبليغ وعن طريق البيان، وكما أكد القرآن الكريم على هذا الأسلوب في نشر هذا الدين في أكثر من آية، ومنها قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. أين هي القوة؟ أين هو العنف؟ أين؟ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه طريقتي وهي الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا هو الطريق. أما مسألة القتال في الإسلام حينما يقف الناس في وجهي وفي طريق هذه الدعوة يمنع الدعاة من إيصالها إلى الناس الذين هم بحاجة إليها، وهذا هو تكليف إلهي وليس تكليفا بشريا، حتى يمكن أن نماري وأن نجادل في هذا التكليف.
الله تعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك، أن تدعو الآخرين، أن تصل إليهم. وعندما يحول بين الدعاة وبين بيان حقائق هذا الدين على مستوى الاعتقاد وعلى مستوى التشريع وعلى مستوى المنظومة القيمية والأخلاقية، ويستخدمون القوة من أجل إبعاد الدعاة عن القيام بدورهم، هذا حينئذ يأتي دور الدفاع. الدفاع عن من؟ الدفاع عن حركة الدعوة، لأن من المستحيل أن الناس الذين يعيشون تحت ظل أنظمة دكتاتورية فاسدة، تحت ظل أنظمة إلحادية أو أنظمة شركية، نجد أن هؤلاء الناس كلهم مقتنعون في عبادتهم وعبوديتهم للفراعنة ولنمرود مثلا، هؤلاء الذين كانوا يدعون الربوبية في حياة الناس ويطلبون من الناس أن يعبدوهم من دون الله ويتبعون معهم هذا المنهج الذي يميز بين الخلق، يصنفهم إلى سادة وعبيد، وما للسادة من حقوق مختلف جداً وكثيراً عما للعبيد من حقوق، سواء كانت هذه الحقوق مادية أو معنوية. من المستحيل أن يعتقد الإنسان بأن هذا الشعب مثلاً، الشعب المصري كله راضٍ بنظامه هذا السياسي وبفكره الديني الذي هو سائد بين الناس، مستحيل. ولذلك الناس الذين يعيشون في ظل هذه الأنظمة الفاسدة المنحرفة البعيدة عن فطرة الله التي فطر الناس عليها، نجد هناك الكثير من هؤلاء الناس ممن يضعون علامات الاستفهام الكبيرة على واقعهم هذا، ويطلبون الحل، يريدون أن يتخففوا من هذه الأعباء الثقيلة التي أرهقتهم، أعباء العبودية. لذلك الإسلام حينما يتوجه إلى مكان ما من الأرض تحكمه الطواغيت ويحكمه الفاسدون، حينما تعرض هذه المبادئ وهذه العقائد وهذه القيم الأخلاقية والإنسانية، فإن الناس يعشقوها ويؤمنوا بها ولا يمتنعوا عنها وعن الإيمان بها إلا أصحاب المصالح من قادة هذه الشعوب وزعاماتها، سواء كانت هذه القيادات سياسية أم دينية، لأن دائما القيادات السياسية لابد من وجود كهنوت يدعمها ويحاول أن يبرر سلوكها ومنهجيتها في الحياة ويدعو الناس إلى طاعتها. هؤلاء هم الذين يرفضون الحق المتمثل في دين الله على مستوى
هذا الاعتقاد وعلى مستوى المنظومة القيمية وعلى مستوى التشريع. وأمامنا مثال: حينما خرج المسلمون من مكة مهاجرين إلى الحبشة، وراحت قريش تلاحقهم من أجل إعادتهم إلى مكة، والغرض من إعادتهم إلى مكة معروف، هو تعذيبهم، فتنتهم من أجل أن يعودوا إلى جاهليتهم الأولى. ولكن كان حاكم الحبشة منصفاً عادلاً، وطلب من هؤلاء المهاجرين أن يبينوا له الأسباب التي دعتهم إلى مفارقة قومهم ناسهم. ما هي هذه الأسباب؟ ما الذي عندهم؟ ولما تحدث جعفر ابن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه بذاك الحديث المفصل الدقيق عن عقائد هذا الدين وعن عباداته وعن تشريعاته، وإذا بنجاشي الحبشة يكبر هذه الأفكار والتصورات والتشريعات والمفاهيم، وبسببها أسلم هذا الرجل، أسلم هذا الرجل، وهو الذي يتولى إدارة تلك البلاد، لكنه إنسان منصف، إنسان لا يعارض ولا يجادل في الحقائق، وقد تبينت له الحقيقة، فلذلك آمن بها، وقد أكرمه الله تعالى بالإسلام. أما الطبقة الكهنوتية أحدثت ثورة على هذا الملك، لأن ليس من مصلحتها أن يتغير هذا الواقع القائم في حياة الناس، فإنها ومن خلال هذا الواقع تحصل على الأموال الكثيرة وعلى الامتيازات من مادية ومعنوية. لذلك راحوا يؤلبون الشارع النصراني في الحبشة على ملكهم، لأنه راح يجامل هؤلاء الناس ويوفر لهم الحماية. هذه هي القضية: الذين يمتنعون عن قبول الإسلام هم أصحاب المصالح من السياسيين ومن طبقة الكهنوت رجال الدين الذين ترتبط مصالحهم بهذا الواقع القائم. ونكتفي هذه الليلة بهذا القدر، على أمل أن نلتقي معكم في الليلة القادمة لنكمل الحديث في هذا الموضوع المهم والخطير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. شيني اكو شيء؟ ها؟ احسن الله.